افتتح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية فعاليات النسخة الرابعة من الأولمبياد المدرسي المصغر الذي تنظمه اللجنة الأولمبية البحرينية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث احتضنت صالة الاتحاد البحريني للكرة الطائرة فعاليات حفل الافتتاح الذي حضره وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي والأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية السيد عبد الرحمن صادق عسكر والوكيل المساعد بوزارة الشؤون الشباب والرياضة الدكتور الشيخ صقر بن سلمان الخليفة ورئيس الاتحاد البحريني للكرة الطائرة الشيخ علي بن محمد الخليفة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي عيسى إسحاقي وعدد من المدراء وكبار المسؤولين في وزارة التربية والتعليم واللجنة الأولمبية البحرينية. الحفل بدأ بوصول راعي الحفل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مصحوبا بالسلام الملكي ثم تلاوة من آيات الذكر الحكيم، وعقب ذلك عرض فني لطالبات مدرسة حوار الابتدائية للبنات وعرض آخر لطالبات مدرسة عراد الابتدائية للبنات. بعد ذلك ألقى الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية عبد الرحمن عسكر كلمة عبر فيها عن اعتزازه الكبير بانطلاق النسخة الرابعة من الأولمبياد المدرسي المصغر بمشاركة الطلبة والطالبات من مختلف مدارس مملكة البحرين لتجسيد مفهوم القيم والمبادئ الأولمبية التي تعزز أهمية الممارسة الرياضية في حياتنا اليومية واكتشاف المواهب الواعدة. وأكد عسكر بأن الأولمبياد المدرسي المصغر هو ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الرامية للاهتمام بالناشئة وبناء القاعدة المتينة للرياضة البحرينية، معربا عن خالص شكره وتقديره لوزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات لشراكتها الإيجابية في إنجاح هذا التجمع الرياضي، كما شكر جميع المدارس الحكومية والخاصة المشاركة في الحدث. وأشاد عسكر بنجاح الأولمبياد المدرسي المصغر مستشهدا بزيادة عدد الألعاب المدرجة بعد أن كانت 4 في النسخة الأولى وارتفعت إلى 14 في النسخة الرابعة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المدارس المشاركة من 10 مدارس إلى 42 مدرسة، وما يستدعي مضاعفة الجهود للخروج بنتائج إيجابية تعود على رياضتنا بالنفع الكبير. بعد ذلك دخل طابور العرض العام، ثم تفضل راعي الحفل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة باستلام شعلة الأولمبياد وتثبيتها في الموقع المخصص لها داخل الصالة قبل أن يعلن الافتتاح الرسمي للأولمبياد متمنيا للجميع التوفيق. وكان سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي وسعادة السيد عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية قد أوقدوا شعلة هذه الأولمبياد أمام المبنى الرئيسي لوزارة التربية والتعليم واطلقا بها مع مجموعة من الطلبة انطلقا بها جاريا إلى صالة الاتحاد البحريني للكرة الطائرة موقع الحدث الذي سيستمر حتى 30 من مارس الجاري. في البداية أحب أتقدم بخالص الشكر والتقدير باسم إخواني في وزارة التربية والتعليم وفي اللجنة الأولمبية البحرينية إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على رعايته الكريمة لهذا الحدث الرياضي الذي يشكل نوع من التعاون المتميز بين وزارة التربية والتعليم واللجنة الأولمبية. وجود سمو الشيخ ناصر اليوم هو رسالة مهمة تؤكد دعم سموه الكريم لكل ما من شأنه الارتقاء بالمستوى الرياضي في مختلف الأعمار. وجود الطلبة اليوم من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة فرصة كبيرة لمزاولة النشاط، ونحن في وزارة التربية والتعليم نقدر هذه الرعاية الكريمة التي تعزز من الأنشطة الرياضية التي تحرص الوزارة عليها، باعتبار أن الأنشطة الرياضية والخدمات الطلابية الأخرى هي جزء مكمل من اليوم الدراسي والذي يخدم بنفس الوقت التحصيل الدراسي والارتقاء بالمستوى التعليمي. فكل الشكر والتقدير لمن ساهم ولأولياء الأمور الذين شاركوا معنا في هذه المناسبة الرياضية الكبيرة، ونتطلع إن شاء الله
في العام القادم أيضا أن يزداد العدد، لأن العدد هذا العام أكثر من العام السابق، وإن شاء الله هذا يبين مدى التعاون الكبير مع اللجنة الأولمبية البحرينية وما وصلت إليه هذه اللقاءات من تطوير وكسب الطلبة إليها، وجود الطلاب موجودين اليوم عندنا بكل حماس، وإن شاء الله مسابقات متأكد تعزيز الترابط فيما بينهم. الهدف ليس النتيجة وإنما هو زيادة التواصل بين الطلبة.